والله أفضل مطرب، أفضل مطرب في تاريخ السينما الهندية وقد يكون في العالم بالنسبة لي أنا، هو الراحل الأسطورة محمد رفيع بلا منازع. لا تسألني ليش ولا تقول لي ليش مو بهذاك فلان وعلان، كشوركم على العيني على راسي، بوكيش، أودت ناراين، كومار سانو، كلهم ما شاء الله مطربين جيدين، لكن مثل محمد رفيع لا يوجد. ولا تقول لي محمد رفيع، خلي يقول لي محمد رفيع الحين أقول لك لا تعلق اسمه محمد رفيع، لأن إحنا عرب نعرف نلفظ حرف العين، الهنود ما يقدروا يلفظون حرف العين، يقولوا محمد رفيع. محمد رفيع آج موسم بڑا بيمان بڑا بيمان، هذه من أحلى الأغاني. المثلات الثمانينات، يعني الحين اللي صار عمره 60، اللي صار عمره في الخمسينات طبعا، واللي اعتزلت واللي تزوجت واللي راحت، يعني مناكشي سافرت لأمريكا، جاية باردة صارت سياسية، سيرديوي توفت، مادهوري نعم مواصلة، بس مادهوري جات يعني وهي صغيرة في سنة 86. مين عندنا بعد؟ أكثريتها بدمني كلابري تزوجت، اعتزلت الفن، أنيتا راج أيضا تزوجت، لكن هي ما اعتزلت، بعد تمثل في المسلسلات أيضا. يعني شو أقول لك، يعني سؤالك جميل جدا. نعم، إن في السينما الهندية هناك ظلم للفنانات الكبار في السن، ما يواصلون، هذه مشكلة. ريكها بعدها تواصل مع أنها من السبعينات، هي مالي أيضا من نهاية الستينات أو بداية السبعينات، بعدها ممكن تمثل يعني حتى الآن في أي فيلم يكون لها دور بسيط عادي تمثل. فهذا ملخص. كي هوتي هي تعريف أهميت كي VIP ہوتی ہے تعریف اہمیت کی انسانیت کی مگر قدر ہوتی ہے ترجیح نہ دے عہدے کو انسانیت پر بندے پر خدا کی طرف نظر ہوتی ہے کہ دل کا بوجھ نہ بن جائے ان پر بوجھ ہلکا کرنے سے ڈرتا ہوں دل کا بوجھ نہ بن جائے ان پر بوجھ ہلکا کرنے سے ڈرتا ہوں آہ نہ سن لے کوئی شدت درد فقط ضبط سے بیان کرتا ہوں سوچ میں سوال کیوں کی شعر یہ قطن میرا نہ تھا کر خارج نام اپنا میں نے بھی شعر غیر کے نام کر دیا واہ واہ واہ